اوكي احنا اخدنا المره اللي فاتت مع بعض العد يا ولاد، صح كده؟ مش كده السكرين ظهر عند الكل. لو سمحت نقفل الكاميرا، احنا هنقفل المايك. لو سمحت نقفل المايك، يلا يا ولاد نقفل المايك كده، السكرين ظهر عندكم. يلا مين يبدأ يشتغل معايا؟ يلا يا ماريا. هي اللي نادي على اسمه بس هو اللي يفتح المايك، اللي نادي على اسمه بس حبايب قلبي هو اللي يفتح المايك. نقفل المايك كلنا، نقفل المايك كلنا. يلا يلا يا ماريا. ماريا عدي لي البيوت دي يا ماريا، لو سمحت كله يقفل المايك، ماريا بس اللي فاتحه. انا عديت له ونكتب الرقم هنا عدي البيوت مربع. يا ماريا. يلا كام واحد؟ 1 2 3 لا لا 4 احنا حساب مش ماشي يا مريم. بالعربي، واحد دي اثنين بالعربي. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة عدي تاني. طيب يا مريم عدي تاني، مش أربعة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة برافو عليكي، برافو. ونكتب خمسة. يلا اكتبي خمسة في المربع هنا يا مريم. برافو. يلا يا يوسف، برافو يا مريم، شطورة. يلا يا يوسف افتح المايك يا يوسف. يلا عد الكراسي دي يا يوسف. يلا شطر. واحد اثنين ايوه ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طب تمانية. يلا اكتب 8 يا يوسف، برافو عليك شطور. اكتب في المربع اللي جنبها يا يوسف، ما تكتبيش حاجة يا رقية. 8 يلا، 8 يا يوسف. يلا اهلا بك يا امان. اكتبها لك. طيب انا ايوه، برافو شاطر، برافو عليك، برافو برافو عليك. يلا يا رهف، رهف افتحي المايك يا رهف. يلا اوكي يلا قولي لي كام شجرة دول يا رهف. محدش يكتب يا ولد بعد اذنكم. واحد اثنين ثلاثة خمسة خمسة عارفة مش شايفة أصلا، عادي كويس يا مش رهف. بركز. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، علي صوتي، تام، قولي صح، واحد برافو يا رهف. قولي طب ست، يلا اكتبي علي ستة، صوتي شطورة. اللي يلا يا جنبها رهف ست، اكتبي ستة يا رهف. تبي ستة جنبها كده، مش عارفة كده اكتبت انا بنكتب ازاي طيب. يا مس. معلش بنشغل القلم من عندك ونكتب. برافو، مين اللي كتب؟ طب انا قلت محدش يتكلم الا اللي اقول عليه. طب استني، امسحها محدش تاني يكتب يا ولا ولاد. مش هتتكلم؟ انا طب همسحها. امسحها كده تاني يا مس. اوكي ماشي همسحها واخليها انا تكتب. شغلتها، رهب بس اللي اكتبيها تكتب، بقى يا محدش رب. يشغل القلم اكتبي غيره. هنا، اكتبي ستة، اكتبي بايديكي، لا بايديكي لا لا هنا ده بايديكي، بايديكي كده على التاتش. اكتبي ستة. يلا حبيبتي على صبعك. يلا، برافو عليك شطورة. ماشي كتبت اوكي برافو عليك. فهمتي؟ يمكنش موكا اخد بالي. موكا افتحي افتحي المايك. اسمك ايه؟ أوي اسمك موكا؟ مك مكة. مك اوكي يا مكة. يلا قولي لي كام سفينة دول يا مكة؟ وان تو ثري. لا واحد، نعد بالعربي، نعد بالعربي. كام دول؟ أيوة كام؟ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. نكتب ثلاثة. ثلاثة. يلا اكتبي ثلاثة. يلا برافو عليكي يا مكة شطور، اكتبي ثلاثة. يلا يا مكة برافو عليكي، ثلاثة في المربع اللي جنبها. ها لا ثلاثة ايه بال، لا بال، مش احنا قلنا نكتب بالعربي. ثلاثة ثلاثة بالعربي يا مك. طب اكتبها لك انا مش عارفة اكتبها عشان اهي، القلم. دي التلاتة اهي شطورة يا مك. طيب اوكي يلا اللي بعده. يلا يا امان. طيب مش امان، انا عايزة كلنا نطلع الكشكول
ثانية واحدة، كلنا يا ولاد نطلع الكشكول، كشكول وقلم، يلا كلنا يا ولاد كشكول وقلم. مين يقول لي أول رقم؟ مين ده رقم كام؟ واحد واحد بالراحة، ثواني ثواني بس أشغل القلم. يلا قولولي ده رقم كام؟ أول رقم ده رقم كام؟ أربعة ده رقم أربعة كام؟ اثنين ده اثنين ده رقم كام ده؟ ستة برافو ثلاثة عليك، برافو. ده رقم كام؟ اثنين اثنين اتنين. اثنين برافو، ده رقم اثنين كام؟ عشرة 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 برافو، ده عشرة رقم كام؟ ده رقم كام يا ولاد؟ ثلاثة ثلاثة لا ده مش ثلاثة، ثلاثة ده رقم كام؟ سبعة برافو رقم حميد، سبعة سبعة. برافو عليك، وده رقم كام؟ ثلاثة برافو عليك، ثلاثة شطار. ده كله احنا اخدناه في السيشن اللي ثلاثة فات. امال دي تلاتة، دي اتنين ولا تلاتة؟ تلاتة. يلا يلا معايا يا امين. امين نعم يلا بقى بسرعة نحل ده، احنا برضو حلينا المرة اللي فاتت، هنراجع عليه. بس ده رقم كام يا امين؟ ثلاثة كله قافل المايك. امين بس اللي فاتح المايك. ده رقم كام يا امين؟ واحد بعد الواحد اكتب ايه؟ اثنين برافو برافو، شاطر. يلا يا مليكة، ده رقم كام يا مليكة؟ مليكة ده رقم كام؟ ثلاثة ثلاثة. بعد واكتب كام يا مليكة؟ أربعة برافو عليك. يلا يا محمد، محمد ده رقم خمسة كام؟ خمسة بعد واكتب كام يا محمد؟ ستة برافو. يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن افتح المايك. طيب سارة، سارة سارة افتح المايك يا سارة. ها يلا ده رقم كام يا سارة؟ ياسين، ياسين 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 كي جي 1 وكي جي 2. اوكي انا قلت ساره اختك، ماشي. ده رقم كام يا ياسين؟ خمسة لا ده ياسين ده. سبعة بعد السبعه كام يا ياسين؟ ثمانية برافو عليك. يلا يا يوسف، ده رقم كام ده يا يوسف؟ بسرعه يا ولاد، يلا رقم كام يا يوسف؟ ده رقم كام؟ تس بعد التسعة كام يا تس يوسف؟ بعد التسعة كام؟ تسعة برافو ماريا، ماريا حبيبتي. ده رقم كام؟ يلا يا ماريا، ده رقم كام؟ افتح المايك، افتح المايك. لا ده 11 بعد الحداشر كام يا ماريا؟ 12 برافو مكة. بعد ال 12 كام يا مكة؟ برافو ماريا، شطورة حبيبتي، برافو عليك. 13 13. برافو تسنيم، تسنيم بعد ال 13 كام؟ كم بعد ال 13 يا تسنيم. بعد ال 13 كام؟ اثنين. يلا قولي لي ايه اللي بيجي بعد ال 13؟ بعده ايه؟ في المايك يا محمد، في المايك يا محمد. يلا يا تسنيم، بعد ال 13 ايه؟ نقفل المايك كمان ايه في المايك. يلا يا تسنيم، بعد ال 13 ايه؟ ايه 14. 14 14 اوكي. هاجر، هاجر لا اسمي كيدي، اسمك كادي اسمك ايه؟ كادي معلش تاني، كيدي اسمها كيدي كادي كيدي. اوكي يلا يا قلبي قولي لي دول صوتها كام؟
13. لا لا عديلي دول. مش هي اللي بتتكلم. دول طيب كله ايه في تعد المايك، هي بس الفاتحة دول، المايك. عدي يلا قولي. 1 2 3. ها، يلا دول واحد كام؟ اثنين ثلاثة واحد أربعة. اتنين كم تلاتة واحدة؟ أربعة. أربعة. برافو عليكي شطورة شطورة. عبد الرحمن هو عبد الرحمن مش بيفتح مايك. طب يلا ياسين جاوب. يلا يا محمد، محمد عدلي دول يا حبيبي. يلا يا محمد عد دول، افتح المايك انا مش سامعاك. دول اه دول، دول كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة دول، دول مش خمسة كمل. دول يا خمسة سيدي، دول ستة يا محمد ستة كام؟ واحد اثنين خمسة ستة سبعة ثمانية 10. عشرة. اوكي برافو عليك. طيب يلا يا امان، امان قولي دول كام يا امان؟ محدش يكتب يا ولاد، ما نكتبش يا يوسف. كام دول يا امان؟ يلا برافو عليك، قولي دول كام؟ افتح المايك انا مش سامعاك، انت بتعد بس انا مش سامعاك. افتح المايك يلا يا امان وقولي دول كام؟ كام؟ 11. برافو عليك، ممتاز ممتاز. يلا يا يوسف قولي اللي بعدهم دول كام يا يوسف، وركز يلا عشان متلخبطش. افتح المايك يلا يا يوسف. المايك كده. 1 2 المايك يا أمين. يلا يا يوسف قولي دول كام، هعدهم معاك طيب عشان ما نتلخبطش. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعد ال10 ايه؟ 11. 11 12 13 14 ها بعد ال13 ايه؟ فاضل واحد. برافو عليك يا يوسف، ممتاز ممتاز يوسف، ممتاز يوسف. يلا يا مليكة تكتبيش يا رهف بعد اذنك. يلا يا مليكة في المايك يا محمد. يلا يا مليكة افتح المايك. قولي يلا يا مليكة دول كام، دول كام يا مليكة؟ اوكي دول كام يا مليكة؟ وده واحد. هو انا. نقفل المايك، مليكة بس اللي فاتحة المايك. يلا يا مليكة. كام يا مليكة دول؟ يلا واحد، يلا نعملهم مع بعض. يلا واحد واحد ها. اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ايه بعد ال9؟ عشرة يلا كملي. عشرة 11. تلتاشر لا 11 12، 12 11 12 يا مليك. 12 بعد ال12 ايه؟ 12 13 14 15 16 17 18 برافو مليكة، برافو مليكة شطورة. 18 برافو عليك. يلا يا رهف، رهف انت مع الميس. يلا يلا عدي معايا. يلا انت واحد قولي بقى انا هكتب. يلا شطورة. واحد اثنين ايوه ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 تمام. 11 12 13 برافو عليك يا رب، 13 برافو عليك يا رب، ممتازة ممتازة، كلكم شاطرين يا ولاد، برافو عليك 15 برافو عليك. نقفل يلا المايك تاني. في المايك أفلي أفلي
بيعرف يجمع؟ موقف يا ناس. ايه؟ ما انا ناديت عليك كذا مرة يا عبد الرحمن وما ردتش عليا والله. ايه؟ طيب نفتح كلنا المايك، بس انا عايزة هدوء. كلنا نفتح المايك بس انا عاوزة هدوء. كلنا نفتح المايك. يلا بس ما نتكلمش لما اقول نتكلم كده. افتح المايك يا تسنيم. يلا يا سيد. يلا يا كادي. يلا يا مليكة. احنا كده كلنا المايك. اول رقم موجود ده يا اولاد. رقم ثواني نرجع بس تاني. طب ايه ده بالله عليك؟ يعني الناس وانت في وادي ليه؟ ركزوا معايا بقى. ده رقم كام يا ولاد؟ ده رقم كام؟ كلنا نجاوبه بس نركز. ماريا هيقول رقم واحد. بعديه اكتب كام؟ محدش يكتب. محدش يكتب. محدش يكتب. محدش يكتب. طيب بعد الاثنين اكتب كام؟ ثلاثة. 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 برافو. بعد الثلاثة أكتب كام؟ أربعة. 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 ماشي. بعد الأربعة أكتب كام؟ خمسة. خمسة. برافو علينا. طيب بعد الخمسة أكتب كام؟ ستة. ستة. برافو عليكم. برافو. بعد الستة أكتب كام؟ سبعة. سبعة. محدش يسبق. محدش يسبق. بعد السبعة أكتب كام؟ ثمانية. برافو عليكم. برافو. بعد الثمانية أكتب كام؟ تسعة. 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 برافو. بعد التسعة أكتب كام؟ عشرة. بعد التسعة أكتب كام؟ عشرة. 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 بعد العشرة. بعد العشرة أكتب كام؟ حداشر. خلاص يا مليك. وإيه يا ماما؟ أكتب كام؟ بعد كده. بعد الحداشر. بعد الحداشر إيه يا أمان؟ أمان. بعد الحداشر إيه؟ تلتاشر. لا. نقفل بقى. نقفل كلنا المايك. نقفل كلنا المايك. ماما. عشان في ناس مش مركزة. ماما. نقفل كلنا المايك. لحد. نقفل كلنا المايك. اقفل يا يوسف. يلا يا رف. رف قولي لي بعد ال 11 ايه؟ 12. عبد الرحمن اللي جاوب يقفل المايك على طول. عبد الرحمن بعد ال 12 ايه؟ في المايك يا رف. بعد ال 12 ايه يا عبد الرحمن؟ يلا قولي بعد ال 12. برافو عليك. يلا يا امان بعد ال 13 ايه؟ افتح المايك. بعد ال 13 ايه؟ سنة. بعد ال 13. في المايك يا محمد. بعد ال 13 ايه يا امان؟ 11 12 13. بعد ال 13 ايه؟ 17. لا عد معايا. 10 11 12 13. بعد ال 13 ايه؟ 13. بعد ال 17. بعد ال 13. 17. لا غلط. ياسين في المايك يا مان. ياسين بعد ال 13 ايه يا ياسين؟ 14. برافو عليك يا ياسين شطور. محمد بعد ال 14 ايه يا محمد؟ محمد. محمد. طب ماريا. ماريا بعد ال 14 ايه يا ماريا؟
15. برافو ماريا. مليكة بعد ال 15 ايه يا مليكة؟ افتح المايك. 16. برافو. انا نسيت اسم الكادي، صح اسم الكادي؟ ايوه طب يلا يا كادي بعد ال 16 ايه؟ 17. برافو عليك. برافو يوسف. بعد ال 17 ايه يا يوسف؟ 2. بص يلا يا يوسف افتح المايك، افتح المايك عشان انا مش سامعاه. افتح المايك يلا وقول لي بعد ال 17 ايه يا يوسف؟ 18. برافو 18. شطور. يلا يا مكة بعد ال 18 ايه يا مكة؟ المايك مكة. 19. برافو عليكي. تسنيم بعد ال 19 ايه يا تسنيم؟ 20. برافو عليكم شطار، ممتازين كلنا، برافو عليكم يا ولاد. طيب عايزين نشوف الجمع. انا لما اجي اجمع يعني بجيب بزود رقمين على بعض. يعني ايه بجمع ويعني ايه بزود رقمين على بعض؟ تعالوا طب كده نشوف. الدولاب الاولاني لما جيت فتحته، شغل بس القلم ثانية. لما جيت يا ولاد فتحت الدولاب الاولاني لقيت فيه كام تيشيرت؟ لقيت فيه تلاتة، صح كده؟ واحد اتنين تلاتة. جيت فتحت الدولاب التاني لقيت فيه تيشيرتين. يبقى أنا الدولاب الأولاني لقيت فيه كام تيشيرت يا ولاد؟ نفتح المايك. ثلاثة تلاتة. ولقيت في الدولاب التاني ثلاثة كام تيشيرت؟ اثنين طيب اثنين خلاص أوكي، اثنين عندي في الدولاب الأولاني تلات تيشيرتات وعندي في الدولاب التاني اتنين. عايزة أعد بقى كلهم مع بعض. يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. واحد نقفل المايك، نقفل المايك، نقفل المايك. اللي أنا عملته ده، نقفل المايك، نقفل المايك. اللي أنا عملته ده هو ده الجمع. الجمع إن أنا أعد رقمين مع بعض، أزود رقمين على بعض. طب ايه هي يا مس علامة الجمع؟ علامة الجمع اللي هي الزائد. علامة الجمع اسمها ايه يا ولاد؟ زائد تاني علامة الجمع اسمها ايه؟ زائد. طب يلا كلنا نعمل الزائد في الكراسة ونوريها لي. يلا في الورقة اكتب زائد ووريها لي. ورقة ورقة وقلم عشان يلا زائد. معاك قلم؟ يلا يا كادي، يلا حبايبي اكتب زائد معاك كلنا ورقة. ووريها لي. يلا يلا يا امان اكتب زائد. يلا يا يوسف اللي خلاص وريني. برافو محمد شطور. محمد تاني كتب غير محمد. يلا اكتب زائد، علامة الجمع زائد. وريني يوسف، قرب يا يوسف مش شايف. برافو يوسف ممتاز، ممتاز يوسف. يلا مين تاني؟ برافو يا مليكة شطورة مليكة. مين يا ولاد تاني؟ برافو رهف، برافو رهف، برافو يا ماريا شطورة ماريا. مين تاني كتبها يا ولاد؟ عبد الرحمن أنا مش شايفة كويس. شطورة عبد الرحمن، برافو عليك شفتها، برافو عبد الرحمن. يلا يا كاتب. يلا يا تسليم. يلا يا تسنيم وريني. يلا يا كادي برافو عليكي شطورة كده. فاضل تسنيم وأمان، فاضل تسنيم وأمان اللي ما ورونيش. وريني يا أمان. يا مستر ما جبتش بس أنا جبت لك عشان أطول، عشان أقول لك بطول. بتقولي إيه؟ هشوف حاجة هنا. طيب أوكي تعالوا بقى معايا نشوف التانية. نقفل كلنا المايك واللي نادي على اسمه بس هو اللي يجاوب معايا. يلا يا مليكة، مليكة نعم الله عليك. أنا عندي الدولاب الأولاني ده يا مليكة فيه كام تي شيرت؟ ثلاثة. ده هنا يا مليكة، أنا هنا الدولاب الأولاني فيه كام تي شيرت؟ أربعة. كلنا نعمل على إيدينا أربعة. يلا كلنا نعمل على إيدينا أربعة. نفتح الكاميرا كلنا. يلا يا كادي افتح الكاميرا. كلنا نعمل على ايدينا اربعة. طيب والدولاب التاني فيه كام يا مليكة؟ الدولاب التاني فيه كام؟
في ده ثلاثة. نعمل على ايدينا الثانية ثلاثة، يبقى الدولاب الأولاني فيه أربعة والدولاب الثاني فيه ثلاثة. أربعة كده وثلاثة. عملنا على ايدينا الثانية ثلاثة. يلا يا محمد على ايدينا الثانية ثلاثة. يلا كده جماعة قولوا كملوا لي بقى. الاثنين مع بعض فيهم كام؟ نعد كله، يلا نعد كله قولوا لي. خمسة خمسة ستة يا مريم كده. ده سبعة. برافو ليكا سبعة، سبعة. برافو. يبقى الايد الاولى عليها ثلاثة والايد الثانية عليها اربعة، يبقى كده كله كام يا يوسف؟ سبعة. يبقى ثلاثة زائد اربعة سبعة. ما حدش يكتب لو سمحت على الشير سكرين، ما حدش يكتب على الشير سكرين. طيب ركز معايا يا مين؟ يا ماريا. يلا ماريا كلنا نركز مع ماريا، كلنا نفتح الكاميرا. يلا يا ماريا، هنا الدولاب الاولاني فيه كام تي شيرت يا ماريا؟ اثنين. اتنين. كلنا نعمل على ايدينا الاولانية اتنين، يلا على ايدينا الاولى اتنين، نفتح الكاميرا. برافو كادي. يلا يا ماريا اتنين. طيب الدولاب التاني يا ماريا فيه كام؟ أربعة. أربعة. يلا كلنا نعمل على ايدينا التانية أربعة، يلا يا رهف. ايدينا الأولى اتنين وايدينا التانية أربعة. كده كله كام؟ نعد يلا كله كده مع بعض. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. كده كله كام؟ ستة. كلنا عديناهم طلعوا ستة. اتنين تلاتة أربعة خمسة بعدها كراهة ولا اوكي. واحد اثنين المايك ولا ناتي على اسمه بس اللي يجاوب معايا. يلا بالراحة واحدة واحدة. يلا يا تسنيم. تسنيم هنعد على ايدينا الاتنين عشان نعمل جمع. يلا يا تسنيم سيب الورقة وركزي معايا يا تسنيم. كله قافل المايك، في المايك رفع. يلا يا تسنيم قولي لي حبيبة قلبي، لو ما الشير يخلص يا ولاد هندخل تاني. تسنيم ده رقم كام يا تسنيم؟ قولي يلا ده رقم كام؟ طلعيه على ايدك يلا. والرقم التاني ده كام يا تسنيم؟ سبعة. لا ده واحد برضو. واحد كده واحد انا عندي هنا، يلا اعملي بقى هنا واحد وهنا واحد. الواحد ده والواحد ده كده كلهم كام يا تسنيم؟ كده كام دول؟ عديهم واحد كلهم. واحد وواحد كام؟ دول كده كام صباع معاكي؟ ايوه كام دول اللي انتي عاملاهم دول كام؟ برافو عليك شطورة. اتنين ممتازة. يلا يا امان. امان امان حداشر. افتح الكاميرا. يلا يا امان قولي يا امان ده رقم كام؟ اثنين. اتنين. يلا طلعهم على ايدك يا امان، طلعهم على ايدك يا امان. انا مش شايفاه. طيب والرقم اللي جنبه ده رقم كام؟ واحد. على ايدك التانية يا امان، يلا على ايدك التانية. واحد. يلا كده اتنين زائد واحد يبقى كله كام؟ واحد اثنين ثلاثة. برافو ثلاثة. برافو امين شطور. تلاتة. يلا يا يوسف مايك يا امين. يلا يا يوسف اثنين. الرقم ده كام يا يوسف؟ واحد اثنين. كام الرقم ده؟ بص معايا هنا على الشير سكرين قول شاطر. أربعة. أربعة. كلهم أربعة. برافو عليك شاطر. يلا يا كادي نعم يا ميس. قولي لي يا كادي دول كام؟ الرقم ده كام؟ هو ايه ده ده ثلاثة. اعمليه على ايدك يلا. لما هي عارفة تجمع 3 زائد، قولي لها يا ميس يلا 3 زائد اتنين. اتنين 3 زائد 2 كام؟ ايه أربعة. لا لا 3. طلعت ركزي. على دي زي ما قالت 3 زائد ثلاثة 2 واتنين يبقى كله كام يا كام؟ كاتب؟ لسه ايمان. خمسة واتنين. طب قولي كام؟ 5. ماتش. برافو برافو عليكي شطورة. يلا يا رهف رهف المايك.
يلا حبيبة قلبي قولي لي دول كام، ده كام، رقم كام ده؟ أربعة برافو عليكي. ورقم كام ده؟ واحد. واحد. حرام عليك. يلا نعمل على الإيد الأولى أربعة وعلى الإيد التانية واحد، وريني يلا. واحد كده كله كام؟ أربعة زائد واحد كام؟ خمسة. خمسة. برافو عليكي يا رب، برافو. خمسة. شطورة شطورة. يلا يا مك، يلا يا مك. ده كم رقم يا كام يا ميسي؟ مكة؟ ده رقم كام؟ ثلاثة. لا ده مش تلاتة، ركزي. ده رقم كام؟ رقم كام ده يا مكة؟